سرت المعقل الأخير لقوات القذافي مدينة يغلفها الحصار والقصف، وحسم المعركة يعتمد عليها، أو هذا ما تتابعه وسائل الإعلام من أطرافها. 80,000 إنسان محاصر عرضة لتراشق القصف بين قوات الناتو والمجلس الانتقالي الليبي من جهة، وقوات العقيد القذافي من الجهة الأخرى. قصف يدك المدينة منذ أسبوعين، وعلى نقاط التفتيش يصعب التمييز بين المدنيين والعسكريين أو بين النازحين والفارين من المعركة. من كتيبة الساعدي. خلاص. شنو رتبتك؟ شنو رتبتك؟ والله ما رتبتك. شنو رتبتك؟ لا ما قتلناش هذا. رتبتك شنو؟ رتبتك شنو رتبتك؟ والله عارفين كذبين. شنو؟ رتبة تاعك شنو؟ عريف. 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 جو التوار اللي تورغى. طلعنا هني العائلات طلعنا. سيطرت قوات المجلس الانتقالي على مرفأ سرت ومطارها، وأمهلت المدنيين يومين لمغادرتها تمهيدا لقصف وإنهاء المعركة. ويزهو العسكريون بأسرهم لعناصر الطرف الآخر ويعرضون ذلك أمام العدسات. اليوم تم الزحف على منطقة بوهادي، وتم تأسير حوالي 6 أو 7 أسرى، منهم والأكثرية مسلحين. ويقف موظفو الصليب الأحمر عاجزين عن التحرك للإطلاع على الوضع في سرت، مع تحذيرات عناصر المجلس الانتقالي من أن سلامة هؤلاء الموظفين قد تصبح عرضة للقصف. لدينا فريق غادر باتجاه مدينة سرت هذا الصباح، وبإذن الله سيتمكن من دخول المدينة وتوزيع معوناتنا اليوم. ومع دخول بعثة الصليب الأحمر انكشفت الأوضاع. 80,000 تحت الحصار بين مطرقة قوات المجلس الانتقالي المحاصرة وسندان قوات القذافي المحاصرة، وضع لا يحسد أحد عليه. مختصر ما أعلنه الصليب الأحمر أن الوضع في سرت مزر للغاية والتفاصيل مؤلمة، فالمحاصرون يموتون بسبب عدم توفر الخدمات الطبية وانقطاع الماء والكهرباء، حتى أن المستشفى الرئيس في المدينة قصف أثناء زيارة الصليب الأحمر. فالقصف عشوائي بكل أنواعه، ولا يميز بين مدني وعسكري، والقصف المضاد أيضا. ويقف الوضع الإنساني للجرحى والأسرى شاهدا حقيقيا ليروي قصة الحرب من الميدان وبعيدا عن منابر الساسة وطموحاتهم. حيان يعقوب، BBC.